السلام عليكم. اليوم حنبدأ نكمل المحاضرات في شابتر 13. المحاضرة اللي فاتت درسنا الـ Principle of Impulse and Momentum. الـ Principle of Impulse and Momentum تحكي إذا كان عندي جسم إله Initial Momentum واحد وأثرت عليه بقوة F لفترة زمنية دلتا T، اللي هو تكامل للـ F دلتا T اللي هو سميه الـ Impulse. يعني عندي M، عندي M V واحد وأثرت عليه في إمبلس من واحد لاثنين تكامل لأف دي تي، حيعطيني فاينل مومنتم اللي هي أم في اثنين. معناته أنا بسمي هذه الإمبلس إمبلس من واحد لاثنين، معناته الام في واحد كفيكتور زائد الامبلس من واحد لاثنين كفيكتور بيساوي الام في تو. معناته ديو تو امبلس فورس او القوة المؤثرة على الجسم خلال الفترة الزمنية من تي واحد لتي اثنين، انا غيرت الزخم من ام في واحد لام في اثنين. يعني ممكن زودت الزخم اذا كنت بساعده او قللت الزخم اذا كنت انا بعكسه. حنكمل اليوم على الموضوع، يعني منبثق عن the principle of impulse and momentum اللي هو موضوع التصادمات. طبعا نعرف التصادم. التصادم عبارة عن اصطدام جسمين بخبط في بعض، هذا هو ايش تصادم. التصادم بيصير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. خلال هذه الفترة الجسمين بيأثروا على بعض بقوة هائلة. الآن إذا جسمين بيصطدموا سطحين بخطوا، في عنده حيكون تانجنت مماس لسطح التصادم وفي نورمال اللي هو عمودي على سطح التصادم. بسمي الخط هذا اللي هو العمودي على سطح التصادم بسميه اللاين اوف امباكت، خط عمل التصادم. خط عمل التصادم بيكون عمودي على السطحين المتصادمين عند نقطة التصادم. الآن في عندي central impact وفي eccentric impact. central impact تصادم مركزي، بيكون خط عمل التصادم بمر بمراكز ثقل الجسمين، هذا بسميه central impact. لكن لو كان خط عمل تصادم بمرش في مراكز ثقل الجسمين بسميه eccentric impact. يعني لو عندي هاي جسم، هاي مركز ثقله وهاي جسم ثاني، حيكون هذا خط عمل تصادم، هذا line of impact، هاي مركز ثقل الجسم الأولاني وهاي مركز ثقل الجسم الثاني. لاحظوا خط عمل التصادم بمرش في مركزي الثقلين، يعني واضح بمر في مركز ثقل واحد بس مرش في الثاني. في الحالة هذه بسميه eccentric impact، تصادم لا مركزي. في حالة الكرتين عندي خط عمل التصادم بمر في مراكز ثقل الكرتين، معناته بسميه تصادم مركزي. في دايركت امباكت وفي اندايركت امباكت، في تصادم مباشر وتصادم غير تصادم مباشر. يعني وجها لوجه، يعني بتكون سرعة الجسم A وسرعة الجسم B واقع على خط عمل التصادم. يعني إذا كانت سرعة الجسم A وسرعة الجسم B يعني تنتين مع بعض واقعين على خط عمل التصادم، بيكون التصادم مباشر، تصادم وجها لوجه. يعني velocities of the two bodies are directed along the line of impact. طبعا في عندي في الحالة هذه مبين عندي direct central impact. أول شيء هو central،
معناته مركز عمل التصادم بمر في مركزي ثقل الجسمين، عشان سميته دايركت، عشان سميته السنترال. والدايركت سرعة الجسم A وسرعة الجسم B واقعين على نفس خط عمل التصادم، معناته هذا دايركت سنترال امباكت. في عندي اوبليك سنترال امباكت، اوبليك سنترال. اول شيء السنترال هاي خط عمل التصادم، خط عمل التصادم بمر بمركز ثقل A ومركز ثقل B، لكن الجسم A هاي سرعته بيعمل زاوية مع خط عمل التصادم، والجسم B هاي سرعته تعمل زاوية مع خط عمل التصادم. معناته إذا واحدة أو تنتين من الجسمين سرعاتهم بيعملوا زاوية مع خط عمل التصادم بسميه تصادم مركزي مائل. تصادم مركزي مائل، يعني ممكن أصنف التصادمات على النحو التالي. عند الإمباكت ممكن يكون سنترال وفي اكسنتريك. سنترال يعني خط عمل التصادم بمر في مركزي ثقل الجسمين. اكسنتريك خط عمل التصادم مش بالضروري يمر في مركزي ثقل الجسمين، يعني ممكن يمر في احد المراكز وما يمرش في الثاني او ما يمرش في الاثنين. السنترال بيجي نوعين، بيجي عندي دايركت وبيجي ايش اوبليك. دايركت يعني سرعة الجسمين، سرعات اتجاهات سرعات الجسمين المتصادمين بتمر في خط عمل التصادم، هذا دايركت. إذا كان أوبليك واحدة من خط أو اتجاه سرعة أحد الجسمين أو كلاهما بيعمل زاوية مع خط عمل التصادم. طبعا هنا برضو الإكسنتريك ممكن أصنفه، بس إحنا معنيين في المرحلة هذه ندرس اللي هو central impact سواء كان direct أو oblique. الآن حندرس الحالة الأولى اللي هي direct central impact. direct central impact دايركت سنترال امباكت، اول شيء السنترال معناته خط عمل التصادم بمر بمركزي ثقل الجسمين. الدايركت حيكون اتجاه السرعه نفس اتجاه خط عمل التصادم. في عندي جسمين، جسم A وجسم B. الجسم A ماشي بسرعه VA والجسم B ماشي بسرعه VB. طبعا عشان يتصادموا لازم يكون A أسرع من B، يعني عندي VA أكبر من VB. مجرد ما A يصدم B مرحلة التصادم بتمر بمرحلتين، الامباكت consists of two periods. period الأولانية اللي هي period of deformation، والبيريود الثانية اللي هي البيريود of restitution. period of deformation هي فترة الانضغاط،
والبيريد اوف ريستيوشن فترة الانضغاط، هذا كله في خلال عملية التصادم. في فترة البيريد اوف ديفورميشن الان الجسمين بيبدي يضغط على بعض، بيكون جسمين في الفترة هذه متلاصقين. في نهاية فترة الديفورميشن الجسمين بيكونوا نفس السرعة، يعني at the end of the period of deformation the two bodies have a common velocity, let's name it as U. الآن أول شيء بنضغط الجسمين بيصل لأقصى انضغاط، بعدين بيبدأ الانضغاط يخف، لكن الجسمين متلامسين. الفترة الثانية هي فترة الارتداد. فترة الارتداد جاء من الاساسيتي للتو بوديز، انه التو بوديز مش 100% ريجيد، يعني بيصير فيهم تشوهات. الان انا بضغط كانه مطاط بيصير انضغاط، هذه بيريد اوف ديفورميشن. بعدين في فترة اللي هو استرداد بيريد اوف ريستيتيوشن، متلامسين بعدين بنفصلوا عن بعض. معناته فترة التصادم تو بيريودز، period of deformation و period of restitution. الآن المومنتم للجسمين مع بعض as one system is conserved، يعني التوتال مومنتم للجسمين قبل التصادم بيساوي التوتال مومنتم للجسمين بعد التصادم، يعني دي ام اي في اي زائد ام بي في بي، هذا قبل التصادم. الزخم قبل التصادم بيساوي الزخم بعد التصادم، ام اي في اي برايم زائد ام بي VB prime. VA و VB هي سرعات الجسمين A و B قبل التصادم، و VA prime و VB prime هي سرعات الجسمين بعد التصادم، وال MA وال MB هي كتل الجسمين A و B. الآن أنا عندي واضح عندي مجهولين، عندي two unknowns، اللي هما VA prime سرعة الجسم A بعد التصادم، و VB prime سرعة الجسم B بعد التصادم. وعندي معادلة واحدة، معناته أنا محتاج معادلة ثانية عشان أحل لمجهلين، محتاج need second equation. طالما أنا محتاج لمعادلتين ممكن أخذ فترة التصادم نفسها. احنا حكينا فترة التصادم تنقسم لمرحلتين، مرحلة الانضغاط period of deformation بيكونوا جسمين متلامسين مضغوطين لأقصى انضغاط، والperiod الفترة الارتداد period of restitution بيبدو جسمين الانضغاط يخف بس متلامسين في الحالتين. في فترة period of deformation ما قبل التصادم كان الزخم لل A M A V A لأن في نهاية period of deformation the body is deformed وسرعته U في نهاية فترة التصادم M A U، وخلال فترة التصادم خلال فترة التصادم أنا في فورس، أنا حاليا بدرس الجسم A، في فورس بتأثر من B على A، من B لو هذا A هذا B، B حتكون تأثر بهذا الاتجاه اللي هي PDT. هذا معناته في period of deformation، في period of deformation اللي هي الحالة هذه حيكون الزخم الابتدائي ام اي في اي
ناقص تكامل بي دي تي بتساوي ام اي في يو. اليو السرعة في نهاية فترة الانضغاط. الآن هذه الفترة الأولى. الفترة الثانية، الآن فترة كانت انضغاط، الفترة الثانية إيش؟ ارتداد. الآن السرعة النهائية في نهاية فترة الديفورميشن تمثل السرعة الابتدائية في بداية فترة الريستيتيوشن. يعني هذا هتكون ام اي يو. استيل جسمين متلامسين حيكون في تأثير من بي على اي ار دي تي. لان في نهاية فترة البيريد اوف ريستيتيوشن الجسم بتحرك، الجسمين بنفصل عن بعض، بصير عندي ام اي في اي برايم، ام اي في اي برايم. حيكون البرنسل اوف امبلس اند مومنتم حيكون عندي ام اي يو ماينس الامبلس ار دي تي بتساوي ام اي في اي برايم. لا، لو هذا جبت ال بي دي تي حيكون التكامل ال بي دي تي حيكون عندي ام اي في اي ماينس ام اي فيو، وهذه حيكون عندي تكامل ار دي تي بتساوي ام اي يو ماينس ام اي في اي برايم. حعرف ما يسمى معامل الارتداد، معامل الارتداد coefficient of restitution، معامل الارتداد بيساوي الامبلس. احنا حكينا فترة التصادم مرحلتين، فترة الديفورميشن ضاغطين وفترة ايش الريستيتيوشن. معامل الارتداد بيساوي تكامل ار دي تي الامبلس في فترة الريستيتيوشن على الامبلس في فترة الديفورميشن. من هذه حتكون ام اي يو ماينس ام اي في اي برايم على ام اي في اي ماينس ام اي في يو. حختصر الام اي حتكون يو ماينس في اي برايم على في اي ماينس يو. لاحظوا معامل الارتداد بيساوي الدفع في فترة الريستيتيوشن على الدفع في فترة الديفورميشن. احنا حكينا فترة التصادم بيكون عندي ديفورميشن وريستيتيوشن، معناته الاي فيزيكالي هو قياس هاو ماتش انا استرديت من التصادم. الان عملية الديفورميشن لما يصير انضغاط في عندي عدة خيارات، يا اما جسم حيسترجع شكله بشكل كامل، في الحالة هذه معامل الارتداد بيساوي واحد لانه الدفع في فترة الريستيتيوشن على الدفع في فترة الديفورميشن متساوي. او في حالة ثانية انه في فترة الديفورميشن لو خبطنا تنتين قطعتين طين في بعض حيلتصقوا مع بعض والشكل حتشوه، حضل متشوه بشكل كامل، معناته كل يعني كان فترة الريستيتيوشن ما فيش فترة الريستيتيوشن، معناته الحالة هذه الاي بيساوي صفر. على أرض الواقع ما فيش إشي توتالي إلاستيك وما فيش إشي اسمه توتالي بلاستيك، يعني إذا بيصير جسمين بخبطوا بعض إلا يبقى جزء من التشوه، بيرجعش الجسم زي ما كان 100%. معناته الكوفيشنت أوف ريستيتيوشن قياس فور هاو ماتش
الأجسام تسترد شكلها، قياس how much الأجسام بتسترد شكلها. إذا بنفس الطريقة درست الجسمين، الجسم B أنا درست الجسم A، حدس الجسم B، الجسم B هيكون عندي فترة الريستيتيوشن ام بي في بي فترة الديفورميشن. خلال فترة الديفورميشن الان A B على A B D T، A على B هيكون عندي تكامل P دي تي حيساوي ام بي فيو، هذا البيريود اوف ديفورميشن، بيريود اوف ديفورميشن هيكون عندي ام بي في بي زائد تكامل بي دي تي بيساوي ام بي يو. اليو هي سرعة الجسم بي في نهاية فترة الديفورميشن. الآن لو بدي أعمل البرنسيب امبلس اند مومنتوم في فترة الريستيتيوشن للجسم بي، الجسم بي بداية الريستيتيوشن هي نهاية الديفورميشن، يعني هكون بي ماشي بام بي يو زائد الدفع من A على B تكامل R DT حيساوي MB VB برايم، هذه فترة الريستيتيوشن. يعني هكون عندي MB U ام بي يو زائد ار دي تي بتساوي ام بي في بي برايم. من المعادلة هذه هيكون عندي تكامل لبي دي تي بتساوي ام بي يو ماينس ام بي في بي، وهين من هذه حيكون التكامل ل R DT بيساوي MB VB prime minus MB U. أنا حكينا معامل ارتداد E بيساوي تكامل R DT على P DT، يعني حيطلع يساوي عندي في بي برايم ماينس يو على يو ماينس في بي. واحنا اوريدي عرفنا هذا بالنسبه فور، هذا فور، هذا از ديرايفد فروم بودي بي. برضو عند الـ E احنا حكينا بيساوي U minus VA prime على VA minus U اللي هي بتساوي هذه، بتساوي VB prime minus U على U minus VB. خلينا نعمل كروس اضرب هيصفي عندي يو في يو، عندي يو تربيع ناقص يو في بي ماينس يو في اي برايم زائد في اي برايم في بي
بتساوي VA VB برايم ماينس UVA ماينس UVB برايم زائد U تربيع. نتأكد ان هذه VA VB برايم ماينس UVA ماينس UVB برايم زائد U تربيع. هنطلع هنشوف U تربيع بتروح مع U تربيع. هاخد التيرنز تاعت اليو، هاخدها على اليمين او خليها على الشمال. هاخد يو هكون دي ماينس يو في بي ماينس يو في اي برايم زائد يو في اي، هجبت هذا على الجهة الثانية، زائد يو في بي برايم بتساوي، يعني اخذت يعني هاي هذا ماينس يو في بي اللي هو هذا ماينس يو في بي برايم، وهذا يو في اي وهذا يو في بي برايم بتساوي في اي في بي برايم ماينس في اي برايم في بي. هاخد يو على مشترك هتصفي في اي ماينس في اي برايم زائد في بي برايم ماينس في بي بتساوي في اي في بي برايم ماينس في اي في بي. يعني يو هتطلع بتساوي في اي في بي برايم ماينس في اي في بي على في اي ماينس في اي برايم زائد في بي برايم ماينس في بي. الآن خود يو وعوضها في واحدة وعوضها في واحدة من التنتين. substitute about u in e بتساوي u minus v a prime على v a minus u. simplify حتحصل على المعادلة e بتساوي minus VB prime minus VA prime على VB minus VA. معنات معامل الارتداد حيكون minus relative velocity بعد التصادم بين B و A على relative velocity قبل التصادم، لأن يعني VB minus VA VB prime minus VA prime هذه سرعة B بالنسبة ل A، و VB minus VA هي سرعة B بالنسبة ل A قبل التصادم. معناته معامل ارتداد بيساوي اللي هو هذه المعادلة minus relative velocity after impact على relative velocity before impact. ممكن نكتبها بالصيغة هذه ان relative velocity هذه relative velocity after impact. لو طلعت هذا انا بفضل نطلع هذا بالعكس، نطلع هذا ماينس لبرا بيصير ماينس اي في في بي ماينس في اي عشان تكون consistent مع بعض. الان حناخذ حالات خاصه، حناخذ حالات خاصه
حناخد perfectly plastic impact. perfectly plastic impact يعني لما جسمين خبطوا مع بعض ضلوا اتشوهوا ما انفصلوش عن بعض. يعني the bodies are not restituted ما ارتدوش عن بعض. معناته الاي حتكون في الحالة هاي تساوي صفر والجسمين حتحركوا مع بعض. في حالة perfectly plastic impact الاي بتكون تساوي صفر والجسمين حيمشوا مع بعض. يعني حتكون في بي برايم بيساوي في اي برايم اله نفس الصرع في 2 او في برايم. في الحالة الثانية perfectly elastic impact يعني لما الجسمين اصطدموا whatever is deformed during the period of restitution of deformation تم استرداده خلال الفترة الثانية من التصادم. يعني الجسم رجع زي ما كان شكله. يعني التشوه اتخلصت منه بشكل كامل. الحالة هذه الاي بيساوي واحد في حالة elastic impact. طبعا هذه two extreme cases. يعني الاي هيكون اكبر او يساوي صفر واصغر يساوي واحد. يعني جاي بين الصفر والواحد. في الحالة هذه إذا كان عندي التصادم مرن معناته whatever energy is used in deforming the bodies it is restituted. كل الجسم اللي استنفذت في عملية deformation تم استردادها. معناته أنا ما فقدتش طاقة. في الحالة هذه بيكون عندي conservation of energy. عندي conservation of energy and conservation of momentum. يعني السرعة النسبية بعد التصادم بتساوي minus vb minus va. أنا بفضل اكتبها بالطريقة هذه. السرعة النسبية بعد التصادم بتساوي نيجاتيف السرعة النسبية قبل التصادم في حالة كان التصادم مرن. في حال كان التصادم أوبليك أوبليك سنترال إمباكت. سنترال إمباكت حكينا بيكون خط عمل التصادم بمر بمركزي ثقة للجسمين. أوبليك يعني سرعة أحد الجسمين بتعمل زاوية مع خط عمل التصادم. يعني عندي هذه أم إي في إي وهذه أم بي في بي. هذا النورمال أستطح وهذا التانجنت نورمال تانجنت نورمال والتانجنت. هنا المومنتم لبي بعد التصادم وهذا المومنتم لأي بعد التصادم. التصادم بيصير باتجاه النورمال دايركشن. ما فيش تصادم باتجاه التانجنشال. معناته طالما ما فيش تصادم باتجاه التنجنشال معناته المومنتم فور ايتش بارتيكل along the tangential direction is conserved. مومنتم of each particle along the tangential direction is conserved. معناته حتكون عندي سرعة A باتجاه التنجنشال دايركشن قبل التصادم بتساوي سرعة A باتجاه التنجنشال دايركشن بعد التصادم وسرعة B باتجاه التنجنشال دايركشن قبل التصادم بتساوي سرعة B
باتجاه التنجنشال بعد التصادم، البرايم بعد يعني. في اتجاه النورمال دايركشن along النورمال، along النورمال دايركشن عندي conservation of momentum along normal direction. Along normal direction يعني هيكون عندي MA VA normal زائد MB VB normal بتساوي MA VA normal prime بعد التصادم زائد MB VB normal prime. بلزمنا كمان معادلة اللي هو معامل ارتداد التصادم صار باتجاه النورمال دايركشن، معناته معامل الارتداد في اتجاه حيكون E حيكون ماينس السرعة النسبية في اتجاه النورمال دايركشن اللي هي حتكون ماينس VB نورمال برايم ماينس VA نورمال برايم على VB نورمال قبل التصادم ماينس VA نورمال قبل التصادم. هذه هي ريليتيف ماينس تساوي ماينس ريليتيف فيلوسيتي along نورمال after impact على ريليتيف فيلوسيتي along النورمال بيفور امباكت. اللي هي هذه العلاقة. طيب هناخد حالة خاصة عندي block is constrained to move along the horizontal surface. عندي block عندي كرة خبطة الجسم العربائي هذه، طبعا في عندي هاي النورمال to the surface وهاي tangent to the surface، هذا الاتجاه النورمال وهذا اتجاه التنجنشال. الآن الجسم A محكوم يتحرك بالاتجاه الأفقي، الجسم B حر يتحرك بأي اتجاه، معناته حيكون عندي conservation. لو بدي أرسم الـ impulse and momentum diagram قبل التصادم كان A له MA VA وهنا عندي MB VB. خلال التصادم في كانت قوة من B على A اللي هي F دلتا T، وفي من A على B minus F دلتا T. هذه تعتبر internal force، يعني هذا عكس هذا ونفس القيمة، هذه بتلغي هذه. وفي من الأرض على العرباي اللي هي F external في دلتا T، يكون مومنتم النهائية MA VA برايم لا A عندي MB VB برايم. نحكينا بالنسبة ل B التصادم صار باتجاه النورمال دايركشن، معناته في البادي B إذا أخذته لحاله بتكون التنجنشال كومبوننت اوف مومنتم لبي از كونزيرفد، يعني حيكون في بي تنجنشال حتكون في بي
tangential prime. يعني tangential component of velocity along the tangential before the impact بيساوي tangential component of velocity of B after the impact. الآن الـ body A is constrained to move along the x-axis. معناته حيكون عندي المومنتم في اتجاه الأفقي حتكون for the block and the ball is conserved. يعني حيكون عندي MA VA زائد MB VBX بتساوي MA VA برايم زائد MB VB برايم باتجاه الاكس. في معادلة ثالثة في اتجاه النورمال دايركشن حادخل على الخط معامل الارتداد. معامل الارتداد E حيكون ماينس VB نورمال برايم ماينس VA نورمال برايم على VB نورمال ماينس VA نورمال. معناته معامل الارتداد حيكون ماينس relative velocity along the normal direction على relative velocity along ال A بيساوي ماينس relative velocity along the normal direction after the impact على relative velocity along the normal direction before the impact. الآن ملخص الشابتر، احنا حكينا اول شيء على البرنسبل فورك اند انرجي، و سو فار استخدمنا اللي هو نيوتن السكند لو للبرنسبل فورك اند انرجي والبرنسبل اوف امبلس اند مومنتم. في معظم الاحيان بنستخدم الثلاث طرق مع بعض. يعني لو اخذت بندول، هاي بندول واحد وهاي بندول اثنين، لان عشان الان حسيب البندول A عشان ينزل هيلف، لان من البوزيشن هذا للبوزيشن هذا بستخدم البرنسبل اوف ورك اند انرجي. لان خلال ما قبل التصادم وبعد التصادم، قبل التصادم وبعد التصادم مباشره بستخدم البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم. بعد التصادم A حيمشي لحاله وB حيمشي لحاله، A حيصل لارتفاع معين و B حيصل لارتفاع ثاني. حدرس A و B بشكل منفصل باستخدام الـ Principle of Work and Energy. نكتفي بهذا القدر. المحاضرة الجاي بنكمل.